الطبيعي والمواطنين باللي هي عنده كذا ولا كذا باش يروحوا للصندوق. ماذا بينا يروحوا للصندوق او المدير لهنايا تجهزوا الملف وتبعثوا للصندوق. تفضل تفضل استاذ. وتسببهم في حادث مرور. هذا استثناء ما أشرنا إليه، وتخفيفا على معاناة الضحايا من أجل الإسراع والتعجيل في تعويض الضحايا أو ذوي الحقوق. دفع لهم التعويضات وانتظار لتحديد مسؤولية من، والصندوق بعد دفعه للتعويض إما يعود على المتسبب في الحادث إذا لم يكن له تأمين، أو يعود على شيء تأمين اللي راه مأمن عنه. المسألة يعني ما تحتاجش لذلك. ولذلك ما بالنسبة لباقي الأسئلة، أنا ثلاث أسئلة لكن ما يعني ما يكون عنده يحق لضحية أو أحد أفراد من ذوي الحقوق أن يأخذ الرأس مال التأسيسي تاعه المستحق له في شكل إما دفعة واحدة أو في شكل ريع. له الحق ريع، والريع في حوادث المرور في تعويضات حوادث المرور قسم إلى قسمين، ريع مؤقت وريع دائم. الريع المؤقت بالنسبة للقصر، بالنسبة للقاصر إذا كان أقل من 19 سنة فله الحق مسؤوله المدني أن يطلب التعويض في شكل ريع مؤقت إلى غاية بلوغ سن الرشد. أما إذا أراد أن يأخذ في التعويض في شكل ريع عمر مدى الحياة فله الحق في ذلك. والمسألة بسيطة جدا يعني، لكن يعني في الغالب الضحايا يرفضوا هذا الطريقه هذه، يعني يفضلوا ياخذوا تعويض دفعه واحده. لماذا؟ لان التعويض الريع دائما يخرج ريع رمزي، يعني شهريا او سنويا او فصليا، وله الحق في ذلك. المهم له الحق في اخذ تعويض إما دفعة واحدة أو في شكل. والسؤال الثالث أنا
تخيل تحاول تمارس امن الطرقات هي مكفله بهذا الجانب. دونك الصندوق باش يباشر هو في لا بريفونسيون يتعين ليه ما عنده حتى هو دروك الدور تاعو الدور تاعو الى ان بيت نون لوكراتيف كان ضحايا خلص ست ميسيون عنده مهام ما عندوش موضوع ما عندوش ان اوبجيكتيف قال لازم تو رياليست سي فري عندنا يحدوا لنا في الوزاره قال شحال راك تخلص شحال اخر شحال راك داير هذه الميزانيه تاعنا بصح ماشي كيما شركه التامين اللي لازم تدير ارباح ماهيش كيما مؤسسات وحده اخرى لازم عندها موضوع باين لازم تحققه. احنا عندنا مهمه المهمه تاعنا هي تعويض الضحايا هاي باه ندخلوا رايحين نديروا داير عندها سمانه ملي تلاقينا مع هذا المسؤولين تاع المندوبيه تاع مستوى الوطن وتحدثنا يعني كنا صورة هي غير محادثات باه نشاركوهم ويشاركونا هما ثاني في الاخر كنا طلبنا منهم باه ندعو الممثلين تاعهم والمندوبين الجهويين يحضروا معنا حنا ماذا بنا نسمعوا كاع المواطنين كاع الضحايا هما اللي يهمونا باه يعرفوا هذا الصندوق وكيما تفضل سيدي النايب عنده الملف الملف حنا رانا دايرين لو سيت تاعنا دايرينو كل عندنا رب حالات تاع الضحايا القاصر والبالغ المجروح والمتوفي كل واحد عندنا درنا سيلزم الملف تاعو يعرف انا راهم يجونا دروك الحمد لله ملفات جاهزه نزيدك ما يطولش عندنا ويخرج الثيام كان يعني لحقنا الثيام ودرنا فيرو خلصوا غير بار فيرو هاي اون يسير دو فيرو ماكسيموم السلام على اشرف المرسلين اولا نشكركم على هذه المبادره ثانيا نشكر الهيئه المنظمه وسؤالنا يتمحور كالاتي يعني هل يمكن اعتبار الشخص الذي يقوم بحادث منفرد على الطريق العمومي دون ان يكون هناك مركبه اخرى متسببه في الحادث يعني قائد السياره وقع له حادث منفرد ولكن السبب الذي ادى في الحادث هو وجود عائق مادي على الطريق يعني كان غير محتسب ادى الى انفجار عجله او ادى الى يعني عدم ثبات المركبه يعني وهي خارجه عن الاراده تاع السائق فادى الى يعني الحادث تاع المرور وبالتالي تضرر السائق هنا الشخص اللي ادى الى الاضرار بالسائق هو شخص مجهول هل يمكن اعتبار هذه الوقائع تدخل ضمن اختصاص الصندوق حتى يؤدي التعويض للسائق المتضرر هذا الشق عندنا كذلك فرضية أخرى وهو أن شخص قام برفع دعوى على شخص كان يقود سيارته فأدى إلى الإضرار بها يعني وهنايا ما كاينش كذلك طرف آخر يعني السائق اللي استلف السيارة أدى إلى الإضرار بالسيارة يعني وهذا الشخص قام بمقاضاة السائق حتى يتحصل على تعويض مادي نظرا للأضرار الذي أصابه بها هل يمكن اعتبار هذا الشخص الذي توفي بعد الوقائع أنه يمكن للمتضرر أن يلجأ إلى هذا الصندوق فيحصل تعويض من عند هذا الصندوق وشكرا السؤال تاعي يتمحور انا نديرو بالملكيه واحد الانسان غادي نقولها بالدارجه دابا كان يسوق لوطو في الناسيونال كي كان يتمشى خرج له عائق حديده مسمار طق له بنو خلاه يديرابي اللوطو ضربت البيطون ضربت شجره السائق تضرر هنا ما عندناش اللي يضر السيد بصح حتى ولا وقع له ضرر اسكو يعود على الصندوق باش يعطيه التعويضات على خاطر الذي سبب له الحادث خاطر ماشي هو اللي فقد السيطره افقدوه السيطره
خاطر هذا هو المفترق في الطرق. هذه انا صارت لي شخصيا، وكي قعدت متحالك مع الضابط قال لك لا انت فقدت السيطره. انا لم افقد السيطره، بل افقدوني السيطره على السياره نظرا لوجود عائق حديده طرد قلت البنا هنا. اسكو نعتبره هنا الشخص اللي ادى بهذه الحادث هو شخص مجهول ام لا؟ عندي فرضيه اخرى، يعني احنا كمحامين تجاهنا في الحياه اليوميه، خاطر علاش اليوم الى جينا باش نديو بعض الحلول ولا بعض الاقتراحات كذلك، يعني باش نشهروا بالصندوق لدى مجموع المحامين. الفرضيه سي وجد المثل واحد كان يشرع في انسان عطاه سياره وكان يسوقها، هذاك هرسته السياره نتاعها قام يشرعها، خاطر هو ما عندهش سياره ولا كان ساق لها الموطو. بناء على الماده 124 من القانون المدني وما يليها التي تجعل الغير هو كل من تسبب بضرر مادي او معنوي فهو موجب للتعويض. شرعة اثناء سريان الدعوه السيد مات حكموا لها بحكم وخرجت لها تعويضه، بصح ما عندها لا قيد اللي ينفذها لا والو، يعني بقات عندها النسخه التنفيذيه ويشوف فيها ويتفرج. اسكو نولوا على الصندوق باش يعطينا الدراهم؟ شكرا.